ده مهم. ده حقيقي الفرقة مجهولة بالنسبة للمصريين، يعني يعني في فرق في الخليج طبعا ليها جماهير وليها، ما بقتش مجهولة دلوقتي، لكن دلوقتي ما هو ده اللي انا جاي لك فيه بقى. يعني عارفين ان فيها لعيبة كبيرة، عارفين ان فيها مهدي بن عطية لاعب بايرن ويوفي سابق، عارفين ان فيها علي كريم، علي عارفين فيها معز اعتقد واحد من اهم فراودة اسيا، فيها مش يوسف مسكني برضو واحد من اللاعبين. لا بس يوسف راح العربي، راح العربي، راح العربي. طيب تكلمنا شويه عن الدحيل استاذ محمد، تقول لنا كده معالمها ايه، عامله ايه السيزون ده في المنافسات المحليه. خليني في الاول قبل ما اتكلم على الدحيل اتكلم على الاهلي وقيمته وسمعته في الوطن العربي وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط. الاهلي من الفرق الكبيره جدا اللي اتوقع ان اي فريق هيواجه الاهلي بيعمل له حساب. زي ما قلت لك الاهلي جماهيريا في قطر هيلاقي جماهير كتير جدا تبقى موجوده معاه، كسمعه رايح قرر انه يبقى في حضور جماهيري في البطوله للمقيمين، يعني للمقيمين بنسبه كبيره غير التواجد الجماهيري طبعا هيبقى موجود في حوالين الفرقه في كل حته. تمام. الاهلي زي ما قلت لك رصيده من البطولات ومن الشعبيه وكثيره ذاتيه وتاريخ وارقام وحاجات كتير جدا يعمل حاله من الخوف لاي فريق هيلعب. الدحيل في اخر 10 سنين واخد 7 دوري قطر. أيوة. الدوري القطري مش بنفس قوة الدوريات زي مثلا الدوري الإماراتي أو الدوري السعودي. عندهم زي بيقولوا كده يعني مشكلة السنة دي، هم المركز الثاني بفرق 11 نقطة عن فريق السد اللي هو متصدر بطولة الدوري دلوقتي. عندهم ثلاثي برازيلي يمكن فيهم واحد مجنس، لكن اخطرهم اللي هو دودو ده هداف الفريق برصيد 6 اهداف وصانع 5 اهداف، يعني نقدر نقول عليه لعيب ممكن انا اشبهه بالسيرينو اللي الاهلي كان بيفكر يجيبه، اللي هو اللعيب الهداف البلاي ميكر في نفس الوقت. فده لعيب مميز جدا، واتمنى انه طبعا الناس في الاهلي ابتدوا يتابعوا الدحيل بشكل كويس من بعد القرعه. يمكن الدحيل بيلعب دلوقتي ماتش في الدوري القطري، واللي اعرفه ان الجهاز بيتفرج على فريق الدحيل دلوقتي. عندهم طبعا مهدي بن عطيه، يعني واحد من نجوم اليوفي في وقت من الاوقات، ولعيب كبير طبعا وكبير برضه يعني منتخب يعني المغرب. بس يعني انت عارف الخبرات، المهدي بن عطيه في الدحيل بالتاكيد غير المهدي في الباين وفي اليوفي اكيد، بس انت الخبرات والشخصيه بتفرق في المواقف دي. يعني يبقى عندك لعيب عنده شخصيه وعنده في الملعب ما يهابش الماتشات الكبيره، ما يهابش البطولات الكبيره، عنده رصيد من المباريات القويه اللي بيخليه عارف في لعبه بتيجي في الماتشات الثقيله دي تحس ان هي ما تظهرش بالشكل، بتخاف، بتحس ان هي عارف تركز تركيزها بقى جامد ياثر عليها في المكان. مهدي من اللعيبه الثقيله. عندهم علي كريم اللعيب الايراني لعيب كويس، جابوا اللي هو اللعيب الكيني مايكل اوليانجو، سامع انه لعيب خطير. بس احنا يعني احنا محظوظين، ده جايب الدوري الياباني باين تقريبا، هو هداف الدوري الياباني. لعيب صغير في السن عنده 23 سنه او 24 سنه، بس امكانياته الجسمانيه والمهاريه قويه جدا، يمكن جايب 30 جون في 29 ماتش في الدوري الياباني. على فكره اتعرض على الاهلي واتعرض على بيراميدز المهاجم ده، لكن النادي الياباني طلب فيه 5 مليون دولار ترانسفير، يعني ترانسفير للاعيب نفسه غير المرتب اللي اللاعب هياخده. فده بيبين لك اللاعب قد ايه قيمته التسويقيه قويه جدا. على فكره بالنسبه للقيمه التسويقيه الدحيل قيمته التسويقيه 32 مليون يورو، وده يمكن اعلى في الدوري القطري. فاحنا لو بنتكلم على فريق قوي مش فريق صغير، لكن زي ما قلت لك هم يعملوا حساب للاهلي، والاهلي يعمل حساب للدحيل، لكن يبقى احنا لينا تجربه في كاس العالم اللي فاتت. يمكن فريق العين مش عارف كان السد بيتهيألي قطر كان بيلعب البطوله اللي فاتت، والترجي قدر يكسبه بطوله العالم اللي فاتت. ما حققش النتائج بالرغم كان عنده محترفين وعنده لعيبه قويه، يعني هو القيمه تنزل الملعب قصه ثانيه خالص. وبعدين يعني بي اس جي كان بيلعب بايرن ميونخ، ولو بصيت للقيمه التسويقيه للاعيبه البايرن والبي اس جي هتلاقي انه كفه البي اس جي اتقل بكتير، ورغم كده بايرن قدر انه يحسم بطولة. روح الفرق الكبيره طبعا والمشاركه شخصية. مش عايزين ننسى كمان ان النادي الاهلي سادس مره بيشارك في البطوله دي، في خبرات. هتقول لي هو اصل ما فيش الجيل ده ما لعبش، بس النادي الاهلي لعب. النادي الاهلي عنده او لعيبه النادي الاهلي عارفه، لعيبه النادي الاهلي ياما اللي موجودين دلوقتي ياما حلموا ان هم يكونوا موجودين في المكان ده. صحيح. وبالتالي هم عارفين كفريق او كنادي بتاريخه، عارف ان انا موجود في المكان ده مش غريب عليا. وبعدين انا رايح كبطل افريقيا، رايح مؤهل عن طريق ان فوز ببطوله، غير ان انا رايح كمستضيف للبطوله. طيب. وده فرق.